راديو الجالية التونسية بألمانيا بودكاست I'm your present DJ tonight. This is your number one. راديو الجالية. This is your number one. راديو الجالية. أهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا جماعة الكل مرة أخرى. بارك الله فيكم وعيشكم وفرحان برشا باللي ميساج متاعكم. والله شيء يفرح ويشرف وعامل جو ما تصوروش في بالكم. اللي نعمل هو راو أنفات اليوم ما عادش يعملوا دي راديو كما مفهوم الراديو اللي نعرفوه الكلاسيك اللي هو موجود في تونس, شمس فام الموزايك الحكايات كل نوع هذا. دونك ثم دي ميسيون لايف يتعاملوا اون ديريكت ان شاء الله بينتو باش نوليو نعملوا زادا اون ديريكت, وثم حاجات هما كيما تشوفوا في التو تسمعوا فيها انا تو سي 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 اوريجستري يعني سي بودكاست, لكن البودكاست صارت لايف مع ناس معناها ثم بالحق ناس تطلب في استوديو وتجي مش لهوني لكن تتصل بيا ونسجلوا لايف ونعملوا اميسيون لايف اللي هي تتقدم لكم ليكم انتم, معناها بالضبط كيما راديو مرادوات عملوا إيميسيون مع أي حد فنان ولا بوليتيك فهمني, وترجع لها أنت وقت آخر تتفرج فيها. بالضبط هذا اللي قاعد نعمل فيه هنا فهمني. لذلك الراديو متاعنا هذا هو راديو الجالية التونسية معناها بألمانيا فهمني, سميناه حاليا بودكاست تونسي. بودكاست تونسي ولا ولا عنا بودكاست تونسي في ألمانيا للجالية التونسية. مشكورين زاد جماعة الاخرين اللي نحب يبعثوا لي في لي ميساجات اوديو. نبداو ساعه شكون نبداو؟ نبداو سيدي هذا الاولاني اسمعوا مليح باش نعاو. السلام عليكم الناس كل, تحيه كبيره راديو الجاليه التونسيه بالمانيا, ومعكم اخوكم محمد علي نادي. حبيت نقول اللي انا وثلة من التونسيين يعني توانسة قرابة العشرة أو أكثر شوية باش نكونوا موجودين نهار لحد 29 سبتمبر في ألمانيا في برلين للمشاركة في ماراثون برلين الشهير. دونك إن شاء الله نلقاو برشا توانسة يشجعونا على طول الماراثون على طول الباركور متاع الماراثون. De toutes les façons, احنا باش نكونوا معانا علامات زادة باش نكونوا ظاهرين لتوانسة, وان شاء الله نلقاو توانسة زادة بالعلامات على طول الباركور يشجعونا. ميرسي بوكو يا تري فيت. بونجور بونجور, انا رملة من تونس, نحب نحيي راديو الجالية من المانيا. برافو لليكيب الكل و بون كونتينياسيون. بارك الله فيك رملة. السلام عليكم, رمز الحرابي فنان تونسي مقيم بإيطاليا. عسلامة فنان. نحب نحيي مستمعي راديو الجالية التونسية بألمانيا وعبد الحق على العمل الجبار. ما خير مزيان. إن شاء الله يكون همزة وصل هالراديو هذا بين الجالية الموجودة في أوروبا الكل. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. إن شاء الله نكون ضيفكم في آخر الأوقات. سير إن شاء الله نجيبوك بحذنا. عسلامة عسلامة, أنا فنفن من ألمانيا, سمعت براديو هذية راديو أول راديو تونسي الجالية التونسية في ألمانيا وعجبني ياسر. صحيح. فكرة تحفونا برشا ونتمنى لكم التوفيق ونجاح, وبرافو ليك يا عبد الحق. مرسي فاطمة. السلام عليكم الناس كل, تحية كبيرة راديو الجالية التونسية بألمانيا. هذا محمد علي نهدي مرة أخرى بارك الله فيه. كما قلت لكم جماعة نهار 29 سبتمبر شهر هذا في برلين باش يجيو كما سمعتوا باش يهرولوا شوية ماراثون. كما قلت مرة أخرى مشيو شجعوهم في برلين, اللي ما عنده ما يعمل بالحق حتى لموا بعضكم ولا تفرقوا للي هو شجعوا الجروب هذا الكل فهمني. كما قلت باش نرفعوا الراية متاع تونس هذيك في أي إيفينمون يصير عنا هوني في ألمانيا في أي مكان, في هامبورغ في برلين في بريمن في أي بلاصة وين ثم توانسة نسمع ثم حاجة شكون جاي نشجعه باش يشوفونا فهمني أن موجودين وأن نبدو. إن شاء الله يا ربي تكونوا من الأوائل وتجيبونا جوائز باهية. دونك دالي خدام خدام فريمون أبار أنه ممثل ومنتج إلى آخره, لكن ما شاء الله يقوم الصباح وديما ما يخلي فيه. ربي معاكم الناس الكل وربي معك تالي. ثم طرفة أخرى نحب نحكيها لكم, تنجموا
تبعثوا لي دي ميساج على الميسنجر، تسلموا تكلموا قولوا اللي تحب، فهمني نعديكم هوني باش تعديوا لي ميساج. ثم اخ تحفون ياسر وسام، نسمعوا شو يقول. لا نعود مرة أخرى، سي وسام وينك؟ أهو فسختو؟ خسارة ساعة، سان كان موجود هنا. وينك يا وسام؟ ما عليناش، نمشي لوسام من شيرة أخرى. سلام عبد الحق، مرسي على الميساج رجعتو. أنا أخوك عبد حشيم برشا عبد الحق وخي ما كان لي باش نتكلم هكا واحد مانيش مكزون هذيك، جيست فكرة حبيت نوصلها، فكرة حلوة ياسر معناتها عجبتني اللي عملتها، وكان نعطي هكا رأيي. وماك تعرف أنت تسمع باش يبعثولك برشا عباد أفكار فازات، وأنت تبدا فبني مثلا تلقى فكرتين ثلاثة تعاود وتاخذ منهم. أبروبو اللي قلت أنت مثلا واحد يحكي شنو، أنا عندي 15 سنة أخوك صبا لاباس عندي ما شكون معك، أما كي أنت تحط الفكرة شنو هو الموضوع العبيت باش معناتها تطلب اللي يربطها الموضوع هذاك، اما كاينكم باش كل واحد يطلب ويحكي على موضوعه معناتها رايي شخصي هذا معناتها باش تبدا مشتة فهمتني. بركو كي فما موضوع انت تختاره مثلا اليوم باش نحكيه على اكس، العبيد الكل اللي اكس عنده معاها تجربة عنده خايبة باهية اللي هو باش يطلب خاطر يتمسوا الحكاية هذيك باش يحكي فيها، يطلب يتكلم ويقول رأيه فهمني تا 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 تحكيه موزيكا تمشي تا 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 طيح في الصان يحكي وترجع موزيكا نرجع بعد الفاصل فزيت كيك عرفت هكا وذي فيك عندها رأي شخصي ظهر لي هكا خير معناتها كان انت فهي الفكرة متاعك وكل شيء، ما ظهر لي كيبدا فما موضوع بسجي بشي تحكي واللي معني الأمر به بشي يتكلم فيه فهمتني، حسوا يقرب له حسوا يمسوا ولا صارت له ولا فهمتني هكيك أخيرا مش خليه على المهموت كل واحد يطلب يحكي واحد يحكي على المقرونة يحكي على درشنو كل واحد فهمته يرحم والديك بارك الله فيك ويسام سمعتوه سيجمع الكل هو البروبوز البروبوز يعني الكلكم تنجم تجيبوا الافكار نتاعكم تاعكم. الفكره هي انه فهمني اي واحد عنده موضوع يحب يحكي فيه، انا قلت انسان نحن في الغربه في الغربه ماذا مش الناس الكل تتفاهم مع بعضها، مش الناس الكل تتلاقى مع بعضها، مش الافكار الكل تتلاقى مع بعضها، لذلك ثم تقام جروبات مع بعضهم، ثم اللي مش جابدين رواحهم وثم ما عندهمش دونك فرصه باش نحبوا نحكيوا راهو بغيدن اوخ اوف دويتش اوف دويتش معناها فالسي من اوف دوتش غير مشت بيتا ميلد ديش اس اي باوب كان بروبليم اوكي اللي يحب يحكي بالالمان هرتش بالكم معناها انا على حتى من تونس يحكيوا بالالمان مش سالش ما ثم مشكل. المهم حبيت نقول الفكره هي شنو، اللي يحب يحكي عنده موضوع يحب يحكي فيه تفضل يحكي لي البروبوز فهمني، مش لازم نحكيوا بال ما نحبش لا اسم لا سكنه لا كذا تحت، يقول لي اسم تاعو ولا بسيدو ولا اللي هو يحكي في اللي يحب عليه امراه ولا راجل ما ثم شنو المشكل، شنو رايه في الحكايه، كيفاش يعيش في المانيا، شنو مشكلته في المانيا اي فوالا. فما ناس زاده قدم ياسر في المانيا معناها مثالش مرحبا بهم يطلبوني فهمني ويحكيونوا على حالاتهم، فما جماعة في الفلانتريت فهمني يحبوا يروحوا لتونس ما يحبوا يقعدوا هوني، عندهم صغار عندهم أحفاد عندهم حاجات من نوع هذا، ثم نساء ثم نساء معرسين فرحانين ثم نساء متلقين ثم نساء ما لقاوش البارتنير بارتنير متاعهم التونسي ثم نساء ماذا بهم بنات شنو مشكلة البنات توا عندنا جينيراسيون طالعة ميسالش وليدات صغار كان تحبوا واحد يكلمني ميسالش اوف دوتش ماخت نيكس عارف بس كلا زو شنو حبيت نقدم لكم شنو حبيت الليدي متاعي الأخرى. المهم هذا توا بسرعة باش فهمتكم بودكاست تونسي هذا شنو الفونكسيون متاعه، ما تسرقوا ليش الفكرة متاعي هون نبع عليكم نعرفكم وين تسكنوا الكل. نسمع شوية موسيقى ويزي لليوم وإن شاء الله نجيب لكم حاجة جديدة إن شاء الله يعجبكم بالله ما تنساوش بارتاجي 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 واللايك واللايك وقلوب سرتوا لايك 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 خل نحس اللي ثم ناس فرحانة بالبروجي هذي اللي هو موش متاعي متاعكم انتوما ما بينصير نشكركم انتوما ونشكر الطاقم واللي تفسير متاعها اسمها كرو، الكرو معناها الجروب اللي يخدموا ورايا معايا مش ليا انا دونك كذا هذا توضيح صغير.
الناس اللي تحب فريمو عندها ما تقول في رواحها ولا عندها نجم تقول أنا النجم نكون معاكم في الطاقم ولا في الكرو هذا فهمني بخاصية معينة فهمني بشي تلها بحاجة واللي هو نستحقه أي حد فهمني تكون عنده فونكسيون باهية ومش حتى من ألمانيا حتى من تونس. عندي زملاء في تونس عندهم دي زوند راديو مو محمد اكسترا فهمني هما ديما مع التواصل ان شاء الله بينتو باش نسمعوهم ونعملوا معهم جو ونوليو مع بعضنا كما قلت زاده في الارتسيي ثم شكون ان شاء الله تنجيب لكم كان سيمون سوف يسمع فيه معناها ليبي غروسا اوس دوتشلاند فهمني وناس اخرى ان شاء الله ان شاء الله عجبتكم ليميسيون خفيفة نظيفة نعملوا فيها جو فهمني وعايشكم بارتاجيو 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 حتى نرتقي ونسمع توا جو الموسيقى. راديو جالية التونسية بألمانيا بودكاست.